كل يوم على الحال ده، يطلعوا من الكليه وهات يا دش في وداني. هم مش بيدفعوا لك يا عبد الحاج؟ بيدفعوا اه، بس اللي بيدفعوه مصرفه على علاج وداني. ياه، نفسي اكل حواوشي. حواوشي ايه يا تيمور بعد المقطوع التحفه دي؟ عجبتك؟ عدالك هي حلوه قوي، بس كفايه انا هموت من البرد. طب استنى ما نشرب الشاي ولا هنسيبه ده كمان؟ ده انا دافع 20 جنيه. حريقه حريقه. امسكي نفسك، قربنا نوصل على الشط. خدي نفسك تطلع معاك. اخدك ايه؟ الكونترباس ما بياخدش غير واحد، ابعدي بقى. نوال، والله الكونترباس ما بياخد غير واحد يا نوال. نوال امسكي في ايدي يا نوال، امسكي في ايدي. الحمد لله الامتحان. يخرب بيتك يخرب بيتك، اصطبحنا واصطبحت ملك الله. هو في ايه؟ أبداً، ابني والكونترباس مش طايقين بعض، طول النهار يضربوا في بعض زي ما يكونوا مولودين فوق روس بعض. يا بابا ايه على مرتي الكونترباس؟ استنيت يا ولد. لا مؤاخذة يا مدام، انت عارفة الشباب اليومين دول متحرر عمال أولاد. في ايه؟ يا بابا في ايه؟ حضرتك قلت لك انزل من البلكونه، قلت لي انزل من على السلم، اتمرمطت انا وهو على السلم. يعني هي المساله مساله البلكونه؟ يا بابا يلا عندي امتحان، ابص ايدك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. بحكايه الولاده دي بلا شهرين بتقيس، ما شفنا لهاش جيبه واحده. ما انت مش مديني فرصه. طب شيل يا اخويا. لا شيل انت. الحبل جوه؟ ايوه. يلا. ظهري. معلش معلش ظهري. معلش يا بابا عشان تشوف انا بستعمل ايه. معلش ايه؟ ما كان قدامك الالات حلوه على قدك، راح تجيب لي انتريه. معلش 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 معلش. ما ترجعه وجيب خمسه سته من حلوين السواري. يا بابا هو بقسماط، خلصني بقى عندي امتحان. اتفضل يا اخويا ادي البلكونه. دخل يا اخويا الفرقه الموسيقيه بتاعتك. حاسب ما تخبطنيش تاني بظهري. سوري يا بابا سوري سوري. تعال قول لي يا تيمور، اخبار البنت نوال ايه؟ غرقت محروقه. يا ساتر دي باظت خالص. لا بابا ده حلم بحكولك، اسند بس. طيب على مهلك على مهلك، اوعى يقع اوعى يقع. انت حر يعني؟ مش هنروح نقابل امها؟ هي كلمت مامتها وان شاء الله يومين كده بابا. طيب يلا، عايز مني حاجه؟ لا عايز استرقاها مني بقى. طيب انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه معاك دي يا شاي؟ هات 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 يا تيمور. طب مخصومه منك الشهر الجاي. انت يا عم يا فوجة امسكوا الزفت ده. يا خبر، ده نسيك الزبونة. أسام يا بلاوي، يعني هو هيكون جرى له حاجة؟ يا عم اطمن عليا أنا الأول، جرى لي حاجة ولا لأ؟ يلا على مهلك على مهلك على مهلك. أهو الامتحان، يلا بسرعة الامتحان. الاتراني يخرب بيتك. والله العظيم هتموت واحد فينا مرة. اتفضل اطلع. ده فودة فودة، انت مش عارف هبل وعبطه. يلا شريط المزيكا بتاع الامتحان. مزيكا ايه يا حرام؟ بدي يدوسة يدوسة، شايلة لبس بوسة، والله لويتي وكبرتي وبقيتي عروسة. غني يا ابن المحظوظة، ما انت شايل ورك فرخة وانا شايل حجل على ظهري. يا رب يتخرج اموت بقى. تيمور نوال، اتأخرت كده ليه؟ من ابويا اللي شايله على ظهري ده، مرمطني. وحشتني قوي. كنت وحشتني قوي. ايه ده، انت النهارده حلو قوي. ميرسي. انا امبارح كنت وحش قوي. ايه ده؟ شاي رومانسيه. عندنا امتحان يا معلم، خد جبت لك انبوبه امير. اللي دي امير يا صاحبي الحين، والامير هيلزق النيله بقى. فين تيمور؟ ما اعرفش. فودة فين تيمور؟ you
واقف قدامك اهو اهو. قدامك شيلتي شيلتي شيلتي. خلاص هاكل ازاي يا رب بعد كده؟ يا نهار اسود مفيش حاجه هتفتحها غير كتر 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 كتر. ايه يا معلم انت عايز تبوظ عينه؟ هات له موس موس. هات شنيور يا ماشي. الناس دي يا نوال بقى انا بعت اجيب لك ميه سخنه هتنفع؟ طب ما تجربي يا نوال الاسيتون. ايه كومبليزون؟ مين الناقه؟ قومي يا قوم بره بقى. انت لازم تفتح يا تيمور. ليه؟ عشان ماما مستنياك انت وباباك بكره. وافقت ان انا اتقدم؟ ايوه. وجايه تقولي لي بعد ما تعميت؟ بعد الشر عليك يا حبيبي ما تقولش كده. هتقوم تبقى كويس قوي دلوقتي. طب هاتي ايدك يلا يلا يلا. انت رايح فين؟ فين؟ تعالى. مبروك يا نوال. الله يبارك فيك يا ياسمين. نوال انا هطير انا عشان ايه؟ انت فاجئتيني. عايز استعد؟ انت هتمشي ازاي بعينك دي؟ يا عم شايف بس يلا بسرعة. يلا بينا بسرعه بسرعه يلا. أستاذة نوال مش هنا وقالت لي ما ندخليش حد. دخليش حد؟ اوعي يا هبلة. ما شفتيهوش يا بنتي وعينيه لازقة في بعضه وراح واقع على الأرض. يا حبيبي صعب عليا قوي. أو هكلمك تاني. أنت إزاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ ما أنا قلت هاو. وبعدين أنت بنت خالتي. أنا غلطانة إني ما قفلتش الباب بالمفتاح. بجد حاجة تقرف. إيه يا نونا مش طايقة مني كلمة ليه؟ مجنونة بقى أعمل إيه؟ ياه نسيتي اللي كان بينا بالسرعة دي؟ هو إيه يا ابني اللي كان بينا؟ فتح قراها باباك وبابايا وخلاص الاتنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا دي بدله الاسره يا ولد. انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا. وحشه وقديمه. من دام رايح تخطب تلبس البدله دي يا بابا؟ فهمني بقى يا بابا. بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي. بص يا بابا السبايك. بص كل الادويه دي ما تلزمنيش. ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعالى اعدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجودة النهاردة. طيب وركبر هو رايح اخطب. حشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. حشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. حشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش. الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخنق. انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزه. بيت يا لوزه. ايوه يا ستي. تعالي يا بيت. ايه اللي مرمي على الارض ده؟ دي ميه يا ستي انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ميه ايه ده؟ عمل معمول لي. امشي هاتيلي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بيت. حاضر حاضر. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليا يا معاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام احرمها من دخول الحمام. اه يا ولي دي خرب. هات يا بيت هات يا بيت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بيت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب لحسن كتاب الله. امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روحي؟ عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك. اهي النتيجه اهي. رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا ولا؟ اسالي نوال. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش. مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا. هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني. عايش لوحده يا عالم يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيه.
تعالي يا بنت نوال، انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. تعالي اطردي اقعدي، حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقول لي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت، انت حره ياكل على نفسي بتاع ده. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مره امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا؟ خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه روح خدك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفتي ده يا خالتي؟ حته الماس ثمنها 10600 جنيه، هتاكل منك حته. الله، منين كده يا واد؟ ده الماس. ولو اني ما بحبش البس الالماس عشان الحسد باللازم منه، لكن هلبسه بقى والحارس الله. رايحه فين يا نواه؟ رايحه كوافه. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟